ريم الزريبي، فرحان برشا وفخور انك تكون موجوده اليوم في كورنيش. مرحبا. تحية ليك مدام ريم. احنا في بورتري نحاولوا كيف كل نهار سبت نعطيو هكا نوعا ما البلاصة للاسامي اللي حبيناهم، للاسامي اللي خليوا بصمة كبيرة ومازالوا قادرين انهم يخليوا بصمتهم في الدومين. دونك الانترفيو اليوم مدام ريم باش نحكيو على حاجات يمكن تنجم تكون بعيدة عن المسيرة الفنية شوية. اجا نحكيو على ريم الزريبي خاطر الناس تعرفك تلفزة، الناس تعرفك من ادوارك، نستعرفك من الحاجات اللي عملتها على المستوى الفني. اما ايش نرجع من الاول ونحكيه على ريم الزريبي في الطفوله. اعطيني عنوان لطفولتك ريم الزريبي اليوم كان نجم نعطيه عنوان. هي طفوله ما فيهاش عنوان، هي طفوله عشناها كما فينالمون الناس كلها. احنا عائله متركبه من بابا وامي واحنا اربع بنات. دونك عشنا طفولة أربع بنات بركة، معناها هيجت البنات، الشيخات البنات، تفديك البنات. بابا معناها يرحمه كان متسهل برشا خاطر عنده كل البنوتات دلال في البنات. فينالمون معناها عشنا بالقدا. السيف كان يا حسرة كي كان رفراف، كي كان رفراف تاع العباد ما تعرفوش كيفاش كان رفراف، كانت حاجة أخرى. صحراء رمل وبيوت قصب وفما حتى شيء، فما عم سعيد العطار توا كان موجود مدوم بالأزرق والسلام بالعافية. دوك طفولة تحفونا بين الدار بين الخرجات بين سهريات في الدار. بابا كان عنده صحابه معناها يحب هكا ديما السبت الناس ملمومة لما اكسيتيرا. دوك محلاها. وقتاش بدا الفني بربش في ريم الزريبي؟ شوية اللحظة اللي خلتك هكا تحب تدخل المجال الفني. سي اكسيدونتيل راه بكل صراحة. متاع ما سعيدش الموضوع لموضوع هكا عملت تياترو في المكتب ولا تياترو في الكريق هذاك الكل مش موجود. قريت على روحي فما حتى شيء. باكا عملت معناها عامة فاكولتي ومن بعد بطلت. كون بار كوانسيدونس هكايا في الصيف قاعدة كان عندي زميلي قال لي كان نمشيو للقربة، قبل كنت قربة يعملوا فيها دي ستاج متاع كونستركسيون مانيبيولاسيون دي ماريونيت اكسيتيرا. مشينا عدينا كانت 15 يوم معناها مانك ستاج هذاك الكل. دو سويت وقتها فما مخرج الله يرحمه هو تونسي جاي من فرنسا باش يعمل كرياسيون بور انفون في مسرح العرايس. دونك عيط لي قال لي سافوز انتيريس هكا درشنو. اوكي بو هاي برا الناس صحبه الناس صحاب مع بعضنا ومشينا وكل عملت الاكسبيريونس هذيك. وقتها عملت دوز اكسبيريونس مع مسرح العرايس. الثانيه اللي هي مغامره شابلونه ذي سي عبد العزيز. وقتها سي عبد العزيز المحرزي يحضر في القلاع مبر فرقة مدينة تونس المسرح. دونك إلا في بزوان يشخشي السيلويت متاع دليلة الضعيفة الطويلة اللي حسيلو أنا لو بروفيل دو ريم الزريبي هو اللي دخلك للدومين هذا متاع التمثيل والكل. يعني الحكي الكل كانت كومبارازار معنا بديت الحقيقة بدينا في قربة ومن بعد مسرح العرايس فرقة مدينة تونس إلى يومنا هذا. وهكا بدأت حكاية ريم الزريبي مع وش هي معناها كيفاش تعاملت معها الفرصة هذه؟ معناها كيفاش غزرت لها؟ اش غزرت لها ككارير من الأول ولا قلت هاني نجرب؟ لا 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 ما كانتش ككارير. قلت لك تفدليك في تعرف وقتها سيتي 18 سنة 19 سنة معناها بون أنا نعمل في حاجة محلاها ظهرت لي ما بانها محلاها من الأول بوغ أنفون. بعد كي عيطت لي سي عبد العزيز دخلت فرقة مدينة تونس بالقلاع بمبر. كما قلت لك وقت يفركس فك السيلويت هذيك وكل لقاها اول مره معناها ذيك حاجه العبد جمعه انا عمري ما نساها خاطر باش ندخل نعمل تيست خاطر كي قابلني عطاني مونولوج هكا بريف. دونك باش نمشي بعد نهارين تيست ذيك في فرقه مدينه تونس اللي كنا في البالماريو. هي في البلياد نتاع الممثلين الكل هي في خسك 40 و 41 ممثل راه فرقة مدينة سبيطوم طمين. سيتي فريمون شوكون حاجة حاجة بالنسبة لك أنت هكا انبهار. فما انبهار وقتها نوعا ما شنو نوعا ما عباد نتفرج فيهم في التلفزة عمري ما ريتهم في الدنيا. أنا نقف قدامهم ونقول كلمتين
دونك سيتي هو عطاني انديكاسيون هذيك اسمع نحبك تخدموا هذيا بالطفله الدلوله الدلوله محلوله على الاخر سيتي غادو كان جو شيرشي شنو هي السيلويت اللي تنجم تقرب برشا للحكايه هذه سيتي جيت خبايي سوغ اوليف مارت بوبي حتى من بعد في السيلويت وفي الخدمه وفي العكزه وفي الواحد الكل سيتي لا سيلويت دو بوبي دو اوليف اي اوليف بالضبط نتصور كانت لحظه فخر بالنسبه ليك اذا كان بنسالك تو على لحظات ما تنساهمش في حياتك بنسالك في كل مره لحظه معينه وتقول لي شنو هي اللحظه هذه لحظه فرحه ما تنساهاش في حياتك شوف الفرحة برشا برشا في الحياة واحدة منهم شوف متجمش قول واحدة منهم لحظة مثلا أنا عندي أول عرض لقلاع مبر أول مرة نخدم في المسرح البلدي مع السيدة منى نور الدين مع راو حاجة معناها في الوقت هذاك حاجة راو مخك قال الآخر يحبس فرحة كبيرة برشا فرحة ولادتي بولادي فرحة نجاح أولادي فرحة الفرحة تتكرر راهو في الحياة وعمرك ما تنساهم حياة دي ماما هذوما برشا اللي عمرك ما تنساهم لحظة حزن تقلقت حاجة ما تنساهاش صارت لك سواء في على المستوى المهني ولا على مستوى الإنساني على المستوى المهني قلق لي حد شيء خطر أنا نؤمن ديما أنه الأرزاق تساق عمرك ما تقلقت من الدومين؟ تتقلق في وقتها معناها كي تبدأ عندك خدمة وعرفتها لهذيك متاعك ويكلموك لهذيك متاعك وبعد طف تلقاها مش متاعك تتقلق في وقتها متقلق مش على خاطر مخدمتهاش متقلق على خاطر معاملة العبيد كيفاش فهمت مي سينو حالة الحزن حزن كبير برشا في حياتي الحقيقة ما تفكرش حاجة لا نجمي معناها شوف كي توفى بابا لحظة حزن كبيرة كي توفى حمويا لحظة حزن كبيرة دونك حاجات هذوما ما على فذا في الجانب الإنساني معناها مش حتى أمور خدمة معناها لا لو بروفيسيونيل هاني قلت لك أنا نتقلق في وقتها من بعد نقول بون أبخي باهي لحظة فخر حسيت روحك فخورة برشا معناها في اللحظة هذيك وكيف كيف كما قلت لك ديما في الجانب المهني في مسيرتك ولا في الجانب الانساني في حياتك كيف نعمل كيف نخدم انا سيت كوم ولا مسلسل ودور ينجح برشا وناخذ فيه بخي ولا والعبيد برا معناها سي بيان سو تقول لك كريم معناها سنوات تخدمهم ومن بعد تلقى روحك معناها مازلت في الصف لي بري وفي الصف اكسيتيرا فخر وقت اللي انا ولادي تنجح في الباك نقول خدمت وسهرت وعملت ولقيت فخر هذوما معناها تخدم مسرحيه وتلقى روحك معناها خارق العاده تتخلط الحكايه بين راهو البيرسونيل وبين الخدمه لحظه الندم اختيار عملته في حياتك في مسيرتك وندمت عليه ولا بالنسبة ليك الندم ما عندوش مكان في كان يقول لك ما يمكن انتم ما تعرفوش البروفيل بتاع ريم انا اليوم ريم الزريبي فرحان برشا انت موجودة هنا كممثلة انا راني معناها نحكي لك من اللي صغير نتفرجيك في التلفز ونعرف بكده ريم الممثلة لكن اللي ما نعرفوش ونحب الناس تعرفه هو ريم الزريبي في حياتها معناها هني قلت لك لحظة ندم ما نندمش راهو ما نندمش على حتى شيء ما نندمش خاطر العبد إذا كان يعيش بالندم ما عادش يقدم وأنا من طبعي معناها حاجة جات ولا ما جاتش ولا مشيت ما نندمش حاجة عملتها تو برشا مثلا العبد ماهوش معناها يكون راضي 100% على مسيرته الفنية من اللي بدا حتى لتوا لكن ما نندمش كي يقولوا لي كل حاجة ذيك راك خدمتها ما نجحتش فيها وكيفاش معناها ما ندمتش عليه ما نندمش خاطر كلها تجربة معناها اللي حبيت توصله ريم الزريبي انه اللي يصير في حياتك الكل سواء حاجات باهية ولا حاجات خايبة بالنسبة ليك هذاك اللي يكون حياتك في الاخر هذاك اللي يصنع من ريم الزريبي ريم الزريبي اكيد مش انا بركة العبد كيفاش يتكون مخه ولا كيفاش احاسيسه ولا كيفاش يعيش مع المجتمع انا في وسط مجتمع معناها يلزمك تكون ذكي باش انت تنجم تعيش مرتاح فما سؤال ديما نسالوه لي زانفيتي نتاعنا
باش نرجع بيك التالي شويه ونعول على الذاكره نتاعك ونحاولوا نفكروا خاطر الحاجات هذه قديمه جينا الماما يتذكروش بالسهل. ريم الزريبي والحب بتاياتك وقتها، ونحن نعرفوا اللي فما حب البراءة هذيك متاع الصغرى متاع المكتب متاع الليسي والكل، تتفكر أول مرة اللي هو راهو حب يعني قلتلك يدخل في البراءة معناها اللي عشناه الكل في الدراسة والكل، لا بيسر تتفكر لي مامو هذوكم ريم ولا شوف غزمان ولا مالورزمان ما نعرفش في حياتي انت تحدد انا ما نعرفش، ولكن انا عشت فترة الطفولة كما نقصو مونكي نجي نسبادري نكور نلعب الزربوط البيس الاوراق كلوب المشماش هذو كل انا طفولتي هكاك في الحومة معناها هكاك تخرج تكور اي وكيما خلونيش نكور نعيط البابا يرحم يقولوا ما خلونيش نكور يقولوا بيتكور يقطع لك الكرة طفولتي هكاك حتى للليسي حتى للباك رغم اللي احنا يمكن الفتره اللي عشتها احنا معناها جينيراسيون بتاع يدا ستي نبداو نستناو في نهار الجمعه احنا كل مره نبرمجو بوم في دار حد ستي با لي بوا دو نوي توا وهاي نشبو قهوه في تشالب حتى لا ستي هي اسمع بوكم مش في دار مش نعملو بوم عرفت دي حاجات رائعه جدا معناها دونك البريود هذيك سيتي انا صاحبت الاولاد دير قعدت فيا العاده هذيك حتى كبرت حتى خدمت حتى ديما عندي اصحابي اولاد اكثر من البنات من لانه مره في حياتي عملت صاحبه بنيه معناها ونتي تري كوبين وقراب لبعضنا برشا بعد كيك سو ان كو دو تيت مشيت على روحها دونك معناها طفولتك لعبت كوره اي كلوب مشماش اي لاستيك كاري اللي تحب انت وقرايه بيسر وفي القرايه كيفاش كنت ريم؟ هل كنت بالبروفيل القرايه برشا ولا كنت مشاغبه ولا شنو كنت؟ لا موية معني عاديه هذا في المستوى الدراسي بيه. في التعامل مع التلاميذ كيفاش كنت ريم؟ خاطر ساعات نعرف ثم دي بروفيل ساعات في القرايه ثم تلقاها اللي ظامره برشا ثم تلقاها اللي بعمايلها برشا اي بعمايلي وظامره فماش عامله تذكرها هيك سي بون توا نورمالمون ما عندهم ما يشدوا عليك نسيت بلي عايش ولدي تراني الباك بتاعي عام 82 تعبت تفكر البريمير بتاعي انت كنت تفكر الباك بريمير برشا معناها بي كنت بعمايلك اي وانا في البريمير ومن بعد في الليسي اي كنت بعمايلي وثم جملة تقال توا حتى في المسرح والكل ساعات يشوفوا هكا تلميذ ولا تلميذة يراهم بعمايلهم قولوا اسمع انت متاع مسرح والكل اش قالك فيها الجملة هذه يا ريم؟ اللي يراه واحد هيج شوية يعمل في العمايل ساعات يقولوا اسمع انت متاع مسرح برا عم مسرح اغزر ينجم يكون معناها انا مثلا ما قريتش ما عملتش بعد العالي للصحافه ولا للتمثيل ولا حتى شيء انا دخلت في مدرسه راه عباره انا كي دخلت فرقه مدينه تونس دخلت المدرسه كبيره دونك انا في عود قريت في الفاكولتي ولا 3 سنين ولا قديش انا توا 34 سنه وانا نقرا في فرقه مدينه تونس يعني انا كي علموني المسرح عباره كيف دخلت انا صغيره راه عباره اعضاء فرقه مدينه تونس وقتها استبناوني دونك وقتها كنت كي نخدم انا مسرحيه ومازلت معناها ما نتقنش عنديش خبرة في الوقت نزلت في البدايات اي كانت الناس الكل تديريجيني مش المخرج برك سليم محفوظ يرحمه يجيني على الجنب يقول لي عمل لك ما تعملش هكا يمشي هو يجيني القصباوي يرحمه يقول لي اسمك شبيك تعمل لك هكا تعمل لك رد بالك ما تدرش يمشي القصباوي يجي عم عمرو زويت ربي يطول في انفاسه يجيني كانت الحكي عزه بلا بيار كانت معناها تبناوني انا صغيره دونك انا تعلمت وقريت على فينالمون فرقة مدينة تونس با معناها أكبر مدرسة راه تنجم تعيش فيها وتتعلم عليها. آخر سؤال نختم به معاك يا ريم زريبي، لو تكتب كتاب على حياتك شنو تكون آخر جملة؟ الحياة جميلة. هذا ما نجموش نختموا بأحسن من هكا نتصور. الحياة جميلة بكل العثرات اللي تقع لك. يعني مش معناها العبد حياته تمشي كلها هي فرحه
فما ديز اكسيدون دو باركور، فما لي اكسيدون دو لا في، فما لي زيشيك، فما دوما كل موجودين راهو في الحياه. ولكن ديما واحد ما يقفش في كل حد هذاك، لانه الحياه جميله ما تعرفش عليها وقتاش توفى. دونك اكوا سير واحد باش يقعد يخمم عيش كل 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 دقيقه محلاها فيها ضحكه وفيها خدمه وفيها خدمه بنينه مع الاصحاب مع العباد اللي تحبهم مع اولادك مع العائله، لازمك تعيشها. دونك لا في بال، الحياه حلوه والحمد لله. الحمد لله. ميرسي بوكو.